مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما احنا متعودين بيكون معانا لازم كل يوم آخر أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة والأنشطة مع مراسلتنا النهاردة. هتنورنا نورهان طمان من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. نورهان أنا بصبح عليكي صباح الخير والحمد لله على سلامتنا، يعني أول حلقة بعد الأجازة وعشرة الصبح في الأهلي. أخبارك إيه يا نورهان في البداية؟ الحمد لله على سلامتك طبعا يا نهاوند، وطبعا كل سنه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي بخير، وصباح الخير عليكم كلكم، وان شاء الله طبعا تكونوا قضيتوا اجازه سعيده في ايام عيد الفطر المبارك. احنا هنا طبعا زي ما عودناكم من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره هنطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي. كمان طبعا احنا عارفين انه لا صوت يعلو فوق صوت افريقيا وتحديدا الفريق الاول لكره القدم، معانا اخبار كتير عن الفريق الاول، يعني يمكن طبعا اهمها انه النهارده ان شاء الله الفريق هيطير الى جوهانسبرج وجنوب افريقيا طبعا لملاقات سان داونز ان شاء الله يوم السبت المقبل في اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، المباراه المرتقبه. طبعا زي ما احنا عارفين انه النادي الاهلي طبعا تفوق في المباراه الاولى بهدفين دون رد في على ملعب الاهلي والسلام، ودي طبعا كانت المباراه يوم السبت الماضي، واللي منح المدير الفني اجازه للاعبين يومين عقب انتهائها. كمان عايزين نقول لكم انه الفريق ان شاء الله هيتجمع في مطار القاهره الساعه 7 على ان يكون السفر الساعه 9 مساء. الرحله هتستغرق 8 ساعات ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اتصالات لم تنقطع مع سفير مصر في جنوب افريقيا للاطمئنان على كافه التجهيزات اللي هيكون ان شاء الله في استقبال البعثه اللي هيكون رئيسها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كمان يمكن طبعا من بعض يعني جزء من تشديدات كابتن سيد عبد الحفيظ هو طبعا الاهتمام باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه يعني حمايه لاعبينا من لا قدر الله طبعا اي اصابه بفيروس كورونا المستجد. كمان خلينا نقول لكم خبر يعني يمكن حصري لينا لقناه النادي الاهلي بعد اتصال هاتفي مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق، اكد انه علي معلول ان شاء الله وحمدي فتحي هيسافروا مع البعثه، ويمكن كمان قال لنا انه يعني في احتماليه قائمه لطبعا جاهزيتهم على المستوى الطبي، ولكن قال انه بشكل رسمي حتى الان الثنائي يعني غير جاهز بنسبه 100% للمشاركه امام سان داونز، ولكن يمكن خبر سعيد ان شاء الله ان هم هيكونوا جاهزين للمشاركه امام يعني نهضه بركان في مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هتقام يوم 28 من الشهر الجاري. طبعا دي يمكن بعض اخبار الفريق الاول. كمان لسه معانا يمكن حاله من الارتياح داخل الجهاز الفني بعد الاداء الفني الكبير اللي ظهر عليه جونيور اجايي في المباراه الاخيره اللي طبعا امام سان داونز اللي شارك فيها كبديل بعد غياب فتره طويله جدا بسبب الاصابه. حاله الارتياح كانت طبعا من جانب موسيماني اللي وجه مدرب الاحمال بضروره الاهتمام بالحاله البدنيه للاعب في الفتره القادمه. طبعا زي ما احنا عارفين او زي ما قلنا لكم انه اللاعب راجع من اصابه طويله. كمان عايزين نطمنكم على عمرو السولية وقفشة، طبعا يمكن بعد مباراة سان داونز يعني شعروا بإجهاد شديد جدا، برضو دكتور أحمد أبو عبلة طمنا على الثنائي وقال إنه الثنائي جاهز للمشاركة أمام سان داونز. طبعا بيتسو موسيماني حذر اللاعبين من التهاون في المباراة القادمة وعدم الاعتماد على نتيجة المباراة الأولى. طبعا فزنا بهدفين دون رد إلى حد كبير يعني نتيجة مريحة، ولكن المدير الفني أكد للاعبين انه سان داونز يعني صعب جدا على ملعبه. زي ما احنا عارفين طبعا بيتسو موسيماني كان المدير الفني السابق للفريق الجنوب افريقي. حابين كمان طبعا نبارك بعد طبعا يعني شنطه الاخبار عن الفريق الاول، حابين نبارك للناشئين 2000 مواليد 2003 بعد فوزهم على الغريم التقليدي امس بهدف دون رد في المباراه طبعا اللي اقيمت على ملعب الزمالك. كمان خلينا نقول انه على صعيد الناشئين فريق 99 تلقى النادي الاهلي خطاب من يعني اتحاد الكره المصري بشان المباراه الفاصله اللي ان شاء الله هتقام ما بين الاهلي الزمالك لمواليد 99 لتحديد بطل الدوري يعني دوري بطولة الجمهورية، والمباراة هتكون يوم 26 الشهر الجاري على ملعب السكة الحديد.
كمان خلينا نبارك لفريق سيدات الطائرة اللي إن شاء الله النهاردة هيستلموا درع الدوري عقب المباراة اللي هتقام إن شاء الله أمام فريق نادي الصيد الساعة 6 على صالة الأمير فيصل اللي هكون طبعا ان شاء الله هنا في مقر النادي الرئيسي. الفريق يعني يمكن حصل على او ضمن لقب الدوري بعد صراع كبير مع الزمالك والصيد قبل جولتين من اليوم. كمان اخيرا بقى معانا ابطال سكواش الاهلي على راسهم بطل العالم مصطفى عسل بيستعد للمشاركه في بطوله الجونه للسكواش اللي هتقام ان شاء الله 20 مايو الجاري. دي طبعا كانت ابرز اخبار النادي هنا من مقر النادي بالجزيره. معاكي انا هواند لو في اي اسئله. اخبار جميله نورهان، كمان بالذات لما طمنتينا عن جاهزيه علي معلول وحمدي فتحي للمشاركه، وفكره كمان انك تطمنينا على عمرو السوليه وقفشه، يمكن تحديدا عمرو السوليه وقفشه بعد ماتش سان داونز كانوا بيشعروا بارهاق شديد جدا، وكمان في المباراه قفشه يمكن اشتكى من يعني وجع في الضلوع، فكويس ان انت تطمنينا في ارهاق شديد جدا بيمر بيه اللعيبه بتوعنا، لازم ده برده نبقى عارفينه كويس جدا يعني. فدي اخبار كويسة. الحاجة التانية بس قبل ما نسيبك برضو نطمن الناس، دلوقتي انت موجودة في النادي الاهلي، خلينا نعرف منك الاجواء هناك، درجة الحرارة، الاقبال، برضو الدنيا اخبارها ايه المرورية في محور النادي، خلينا نعرف عشان لو اي حد من الناس نازل لأي مشوار دلوقتي. تفضلي. يعني يمكن درجة الحرارة العظمى النهاردة 32 والصغرى 20، درجة الحرارة مقبولة هنا داخل النادي. العمال طبعا في الساعات الأولى من صباح اليوم يعني كانوا على أهبة الاستعداد لطبعا استقبال أعضاء الجمعية العمومية مع التجديد على طبعا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. سلاسل مرورية يمكن شاهدها محيط النادي هنا في منطقة الزمالك بشكل كبير في الساعات الأولى، ويعني يمكن الحمد لله طبعا يوم لطيف بعد ما يعني طبعا انتهاء اجازات العيد، وطبعا يعني ببارك للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله، ويعني هيكون في افريقيا يقدم مستويات جيده ان شاء الله. بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، ومره تانية يمكن هي قالت لنا خبرين مهمين جدا، احنا كنا اكيد قلقانين عن اللعيبه بتوعنا لان الماتش الاخير زي ما احنا قلنا يعني كان فيه علامات تعجب شديده جدا، وكان فيه الى حد ما خوف يعني من قبل اللعيبه، لان زي ما قلنا ما فيش حكم الى حد ما يعني مش عايزه اقول مصطلح كبير، ولكن يعني مركز مع لعيبه الاهلي اكتر بكتير ما مركز مع الاخطاء اللي بتحصل في الملعب، يعني كان هناك الى حد ما شويه اضطهاد، كان هناك سميها زي ما حضرتك عايز، ولكن كانت الامور لا تسير على ما يرام. فاللعيبه بتوعنا الحمد لله ان احنا بنطمن عليهم، زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني فعلا كان في بعد المباراه اجهاد شديد جدا من قبل عمرو السوليه وقفشه، ويمكن كابتن سامي قمصان كمان في مداخله بالامس تحدث ان هم حصل لهم اغماء بعد المباراه، انا بقول لحضراتكم يعني عن لسان كابتن سامي قمصان، فالوضع فعلا ما كانش ابدا مريح، فنتمنى دايما ان شاء الله الشفاء للعيبه، ونتمنى زي ما احنا كنا طرحنا هذا الملف ان يكون في بقى يعني وقفه في فكره هنا الاخطاء التحكيميه. كمان عايزين نطمن او نقول الحمد لله على سلامه كابتن محمد الشريف، زي ما كنت بقول لحضراتكم صوره يعني محزنه جدا اللي هو كان حاططها على الانستغرام.